زوار موقع بديل، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقتكم المصورة. الحلقة ديال اليوم اللي كنقولها لكم من قلب مدينة القنيطرة وتحديدا منطقة الحنشة. وكنعتذر لكم بزاف الزوار ديال الموقع، وكنعتذر بزاف 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 لأنني كنصور وخلفي هذا المشهد هذا كما كتشوفوا هذه المرجة هذه. ويا زعما لو أنكم تشموا الريحة اللي كنشم دابا، ولكن مع ذلك أثرت باش نصبر هاد ربع ساعة أو ثلث ساعة اللي غندوز معكم تضامنا مني مع هاد الساكنة ومع هاد الناس مساكن اللي كيشموا هاد الريحة هادي. في 2016 تصوروا معايا، في 2016 وبعد دستور 2011 وبعد يعني الحراك الشعبي المغربي، الإنسان المغربي ما عندوش الحق يستنشق حتى الهواء المزيان، يعني قمة ديال الألم وديال الإساءة وديال الحقرة. وفي قلب مدينة القنيطرة اللي كيقودها واحد من الناس ديال حزب العدالة والتنمية، وحنا جينا اليوم خصيصا باش نحضر المهرجان مغطيه ديال الاستاذ الحقوقي ادريس السدراوي كما غطينا عدد من المهرجانات. فاذا بي كيقول لي واحد السيد راه كاين واحد المرجع جيت تشوف حالتنا كي دايره عند الحلاق. قلت له اجي نشوفوا اثرت نصور من هذه الحلقه هذه باش تشوفوا هذه الحياه، باش تشوفوا يعني احنا في مدينه قنيطره والبشر شنو كيشم، يعني حال يعني شوفوا على حاله كي دايره، شوفوا الاساءه الادميه ديال الانسان. وكاين اطفال وكاين تلاميذ والاف ديال عباد الله هنا كيعيشوا في وسط هذه الاوضاع هذه. وهذا المشهد هذا هو إدانة لهذه الحكومة، وإدانة للدولة المغربية، وإدانة لسلطات الوصاية، وإدانة للمجلس البلدي، وإدانة للبرلمانيين، وإدانة لكل شهد بشر بحالنا بحالهم عباد الله اللي جالسين ساكنين في قصورة، واللي ساكن في فيلا، واللي ساكن على البحر، راه هادو بشر بحالنا. شوفوا الحياة كيفاش دايرة، شوفوا يعني المرجى، شوفوا الأجواء كيفاش دايرة عباد الله. إذا أنا هذه الحلقة هذه خصيصا كما سبق لي الإشارة في الحلقة في الصفحة ديالي الخاصة، قلت لكم غادي تجي ردا على اولا الهجوم الشنيع اللي كيشنوه بعد عباد الله المحسوبين على فيدرالية اليسار على القاضي السي محمد الهيني، واللي كنقولوا قلتها قاضي العفيف والشريف والنظيف. ان العفه شنو هي؟ العفه والشرف والنظافه ماشي هي انك تمشي بعد البار ولا انك تكون مع الناس الديمقراطي ولا مع الاحسان والانتماء، لا. العفه والطهاره والنظافه هي تكون في موقع المسؤوليه وعندك امكانيه تصور الفلوس وما كتمشيش لهذا الاتجاه هذا، وكتبقى نظيف وما كتمدش يدك وكتنتصر للفقراء. هذا هو علاش كنركز على مفهوم النظيف والشريف والعفيف في الوقت اللي كيهاجموه عدد من عباد الله. كما قلت لكم هذه الحلقه غتكون على هذا الاستاذ هذا محمد الهيني والهجوم عليه، وكذلك غتكون على بعض النقاشات. هو كاين بعض الناس كيسولوني سيدنا داوي ما علاقتك بعدالة التنمية مؤخرا انتقادات، وغادي نجاوبكم علاش كنتقد حزب عدالة التنمية. كذلك كيسولونا على الحكومه الماجيه كيفاش غادا تكون، ويعني عدد من النقاط. بالنسبة للأستاذ محمد الهيني، أنا كنقول لكم يا عباد الله وبمناسبة واحد التوضيح قبل ما ندخل في النقاش، ميزو أنا لا أهاجم فيدرالية اليسار. فيدرالية اليسار فيها ناس محترمين، فيها ناس زوينين، فيها ناس اللي عمرها دار وسط حزب الشراكي الموحد ووسط الطالعة ووسط المؤتمر. كاين الرجال اللي خامرين ومربيين ومأصلين، ولكن كاين واحد النوع ديال البشر آخر ما غاديش نسبهم لأن أخلاقنا حنا الحمد لله كبر منهم، ولكن الناس نقول لكم واحد النوع ديال البشر، بشر ماشي اصيل، بشر يعني لا علاقه له باليسار. اليسار عنده هو يتلقى يساري، هو يدير صوره ديال الرساله في الفيسبوك ديالو ويكتب تدوينه، هو يتلقى شي واحد في قهوه، هذا هو اليسار. ولكن ما متشبعش بقيم اليسار، باخلاق اليسار، بثقافه اليسار. اليساري عمره ما كيهاجم عباد الله، اليساري يؤمن بالاختلاف. واش الا مشى السي الهيني لعند الفوزي الشعبي وصافي ادانته، صافي وغنهجم عليه، انك تواجدتي تما سيفيلي بهذ البساطه، واش هذا يساري اللي كيهاجم عباد الله بهذ الطريقه هذه؟ يساري الاصيل كيحترم اختيارات الناس، وكيحترم قرارات الناس، وكيحترم مواقف الناس، ولو يختلفوا معاه اينما كانوا. سي محمد الهيني، انا نقول لكم واحد الفكره، ربما عدد من الناس كيتسولوا علاش انا موقع بديل كنتضامن مع السي محمد الهيني الى بعد حدود، لعدد من الاعتبارات. الاعتبار الاول هو انني، وسمحوا لي هذا المصطلح المغاربه غنقول لكم، سمحوا لي انا، ولكن نهضر معكم باللغه الشعبيه، انني انا كنعتبر الحمد لله تنتسعى ما نكونش شماته. حيت شنو هو الشماته؟ سمحوا لي هذه اللغه هذه، ولكن اللغه الشعبيه دونك كنداولوها بعضياتنا وغتعذروا لي. الشماته هو واحد الانسان نهار اللي محمد الهيني كان قاضي كصحفي انا غنخدم به ونجيب به الزوار وندير القاضي العفيف والشريف. نهار اللي سي محمد الهيني مثلا غيمشي للاتحاد الدستوري ولا غيمشي للحزب الليكود ولا ما غيمشي حتى واحد مش عتصور غادي نقلب عليه الفيسا، هذا هو مفهوم الشماته. انا ما حنا ماشي شمايت، انا انسان كنتبناو الناس كنوقفوا معاهم الى ابعد الحدود.
لان السي محمد الهيني بالنسبه لنا حنا في موقع بديل هو عنوان ديال المرحله القضائيه. السي محمد الهيني ما يمكن نتذكر له الا جرحه، ديال شي واحد ماشي مزيان، لانه السي محمد الهيني نائب وكيل العام في محكمه الاستئناف. وكتعرفوا ما معنى نائب وكيل العام، وقلتها لكم مره اخرى، رجل عنده جاه والسلطه، يصور 30 مليون 60 مليون في الشهر. كاين قضاه كيصوروا 800 مليون و 2 المليار، 2 المليار كاين القضاه اللي كيصوروها في هذا الوقت هذا، كاين قضاه مرتجفين دابا، ما يقدر يهضر معاهم حتى شي واحد. كاين نواب وكلاء الملك مرتجفين، ما كنقولش كلش بعضهم، كاين عدد من الفاسيات تيتقالوا وتقالوا وتقالوا وتقالوا. ولكن القاضي محمد الهيني ما خدا لا مليون ولا 4 مليون ولا 10، عنده صالير ديالو وصل خسر بدرهم. شاف الخطاب ديال الملك، شاف الدستور 2011، خرج كيدافع على استقلال السلطه القضائيه. وقدر يفضح الدوله المغربيه، ماشي البي جي دي، فضح الدوله اللي كتغنى بالشعارات. فضح الدوله المغربيه في مشاريع قوانين لا علاقه لها بالدستور. زعزع شكك وولد الدار. عمري ما ننسى انا السي الهيني هذا. سي محمد الهيني حصل مطار وما ادراك ما حصل مطار. يعني حصل مطار، تصوروا شكون هو حصل مطار وعلاقته بالدوله. وجا مواطن بسيط ما كيعرفوش محمد الهيني. وجا هذاك السي حسن المطار ما بغاش يجيب واحد المواطن يستدعيه شي 10 مرات، وذاك المواطن الاخر مشى دعاه عند السي محمد الهيني، وحكم السي محمد الهيني لفائده المواطن ضد الدوله، ضد وكيل الملك. شغل واش هذا الرجل هذا اللي حكم ذاك الوقت، انا يولي من بعد ماشي راجل. يعني شوفوا الرجل كيفاش داير من باعه. عطى اول حكم للمراه السلاليه. حكم على وزاره العدل ضد واحد المواطن في طنجه مسكين، مسكين ودابا جرائم، وانا غنجي لكم في حلقه اخرى على وزير العدل. تصوروا ان مواطن مغربي سميتو محمد الوارثي دار صفقه مع وزاره العدل القانونيه وخسر مسكين تقريبا شي 40 مليون وصاوب السلعه وداها المدير الجهوي ديال وزاره العدل وبغى يعطيه السلعه ما بغاش يشدها منه المدير قول له علاش ما بغاش حتى يستقبله فقط لان ذاك السيد كما يروج كان كيقلب على رشوه بعد الشبهات من طرف ومشى السيد دعا في محكمه اداريه مشى السي محمد الهيني ما كيعرفوش وحكم المواطن ضد وزاره العدل واش كتصوروا المغاربه شنو دار وزير العدل تصوروا شنو دار من بعد سيمانه مشى وها حكم قضائي باسم الملك هو صادر مشى فسخ العقد ديال الوزاره مع ذاك المواطن واش هادو غيشجعوا المقاوله تصوروا وحكم له محمد الهيني حكم لفائده اطر محضر 20 يوليوز الناس اللي عندهم محضر ثاني فيه العامل ثاني فيه المستشار ديال 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 ديال, ديال الوزير الاول ثاني فيه رئيس مجلس الوطني محضر رسمي ديال الدوله شوفوا على الدوله كي دايره جا محمد الهيني الناس طلب وحكم لهم وضغطت الحكومه وجاء القاضي ديال الاستئناف والغى الحكم ديال السي الهيني شوفوا على الدوله كي دايره حتى السي محمد الهيني كنقول لكم احكامه اللي صدر كتوبه عيا ما نهضر لكم عليه هذا السي محمد الهيني نقصكم حتى محمد هذا مرضي الوالدين تصوروا امه يعني هو مات باه وخلاه هذا محمد الهيني خلاه باه عنده 4 سنين كتعرفوا الظروف يعني الانسان اللي كيموت له باه وامه ما عندهاش في غالب الاحيان الله يحسن العون كيخرج للدريه منحرف هذا بقى كيقرا وكيجي هو الاول تحضيري في الثانويه في الجامعه جميع مستويات الدراسه كيجي هو الاول دوز كونكور بعد الجامعه ديال القضاة ونجح فيه دوز كونكور ديال المفتشين الماليه ونجح فيه ثم دوز كونكور ديال المحامين ونجح فيه يعني انسان ناجح بكل المقاييس هذا الشخص هذا يعني اللي نجح تصور وسط هذه الظروف هذا دخل القضاء سولوا جميع القضاة اللي خدموا معاه في ميسور وغير ميسور ما عمرك تلقاه شد درهم وفي اللحظه اللي وكاين احكام ومبغاش يقولها كيضغطوا عليه يحكم على عباد الله تعليمات كتجي تعليمات في الميف ديال المحضر الا بغى السي الهيني ولا كنتمناه يقولها ماذا وقع في المحضر وشكون اللي هضر معاه ورفض وكيحكم لفائده المواطنين محمد الهيني كما قلت لكم مو يعني مرضي وخالي حياته خاصه علاش نعز عليا يعني داير لمو دابا معطل وكيمشي يقلب على استشارات وداير لمو صالير كل شهر شرا لمو شقه كيعبر على خوتو انا كنعرفو بشكل شخصي يعني كيفاش كيتعامل مع الناس يعني انسان فاضل هاد الناس اللي كيهاجموا السي محمد الهيني اللي مكن اللي فيهم اللي ما يعطيش حتى قطه تشرب الا كانت كتموت بالعطش يعني ما يقدر يسقي حتى كرمه بشر كيعرف غير راه يساري وقاري الفكره الماركسيه والنميمه في القهوه وجالس كيتجدع على واحد الناجور ضحى بمصيبه كيتعامل بشكل انساني يعني بشر يعني عنده واحد القيم ما بعدها قيم علاش كنقول لكم انا محمد الهيني يعني الانسان واش الانسان اللي ضحى بمنصبه القضائي ودار احكام مشرفه والقاضي اللي فضح حتى فضح حتى الدوله المغربيه فضح الاحزاب عباد الله شنو كان الموقف ديال البام شنو كان الموقف ديال الاتحاد الشراكي
شنو كان الموقف ديال حزب الاستقلال؟ شنو كان الموقف ديال العدل والتنميه؟ شنو كان الموقف ديال الاتحاد السوري؟ اعطيوني جميع الاحزاب، كلها صمتت، يعني كان تواطؤ مع البي جي دي ومع الدوله، لان القرار كان كبار من الرميد، الرميد اداه جريمه. الرميد فقط وجه ديال الجريمه، الرميد كركوز لعب واحد الدور خطير. تصوروا هذا القاضي اللي فضحنا، هذه معركه، انتم يا الملكيه البرلمانيه ويا بعض ما نهضرش على كلش، حد اليساريين وهذا اللي باغي يدير الثوره واللي باغي الاصلاح الجذري، وقاضي فضح لكم واقع الاحزاب، تعيط تكتبوا في المقالات والمسيرات، كان المفضل تكون هذيك ارضيه للشغال والنقاش، الناس بداوا كيتحاسبوا معاه، لا راه مع شي واحد، لا راه هذيك راه جهاد البار، هذا ماشي هو نقاش عباد الله، هذا قاضي يعني اللي يوقف مع عباد الله وكيرفض وكيضامن اجتماعيا وانسان طيب. سولي على القاضي ماشي انه مشى عند فوزي الشعبي ولا مشى، واش القاضي ملي كتعيط له الاساتذه المتدربين واش كيمشي ولا لا؟ وطور محضر 20 يوز واش كيمشي ولا لا؟ دابا ملي سمعنا درنا الفيديو على ذاك الشخص اللي جريمه اسفي، هو دابا غيقود قافله حقوقيه الى اسفي رغم المخاطر ديال ذاك الملف واللي تلقينا فيه دابا الان التهديدات وهذا نقاش غادي نرجعوا له من بعد. يعني انا كنناقش الانسان، واش فيدراليه اليسار عيطت للسلهيني وما جاش؟ وغير هذه 4 أيام كتبوا ودعموا فيدراليه اليسار، لماذا بعض الناس هكا اسمحوا لي جبناء ما عندهمش اخلاق؟ وانا واحد السيده دابا في فيدراليه اليسار وعضو مكتب السياسي لعبد الشركي المعارض ما غاديش نسميها وما غنهاجمهاش، علاش؟ علاش كنقول لكم الاخوان اليساريين؟ راه الانسان هو القيم، كون عا راجل حسن اسمحوا لي اللغه الشعبيه، ما عنديش فرق بين الرجل وبين المراه، ولكن غير المولود الثقافي. انا تعجبني من يكون عا راجل، يكون في الاتحاد السوري، يكون في الحركه الشعبيه، يكون مع الاسلام، يكون بنادم فيك الرحمه. كاش انت انسان كتمشي توشي من عند الدوله وكتخلص وكتمشي للقهوه والفيسبوك وبدا تعاير واحد خلى منصيبه يعطي لبنادم مراه تجي دابا قول له الهيني واحد المراه ما بغاش تولد، انا بالله علي العظيم قول صيفطوا له قول الهيني 2000 درهم يزا ويعطي. ها الانسان عندي اقول الثوره وقول الملكيه البرلمانيه فمه وقول غدا غنقلبوا النظام ونشقلبوا، هذيك هضره، ولكن في المواقف الانسانيه غنجي غنقول واحد المراه بغات تولد واش توقف معاها ولا ما توقفش معاها؟ واحد الانسان مسكين خصك ها في انا عندي المشكل، ماشي انا مشيتي تصورتي مع الشعبي تصورتي مع الاتحادات سيدي انت ما تصورتها معه، انت تجي بغا تصور لينين والتروتسكي ونعم سيدي بقى دايرها حيا، ولكن السؤال واش فيك الانسانيه الداخل؟ واش بنادم؟ واش فيك الرحمه؟ واش فيك الشفقه؟ واش فيك القيم ديال اليسار الانساني؟ بحال هذه الاستاذه مسكينه اللي كتهاجم وجات كتهاجم وانا ما غاديش نرد عليها لان اخلاقيا انتم كتعرفوا الحمد لله، واخا تشوفوا انا كنناقش مع الناس الكبار ما بحال هذه باقا صغيره ما غاديش نجاوبها علاش باش نوريها اخلاق شنو كتعني، لاننا ما معنى الانسان الاصيل؟ انها واحد النهار جات عندي في المحاكمه ديالي ديال المدير العام الوطني واحد 3 دقائق ولا 4 دقائق في هذه المحاكمات كلهم اللي دوزت مناضله وكتكتب في الفيسبوك ما عمرها جات عمرها دارت شي حاجه، واحد النهار جات 3 دقائق، هذيك 3 دقائق اللي جيت هي الاستاذه هذيك 3 دقائق عندي انا كنوز الدنيا، علاش ما غنجاوبكش وما غنهاجمكش؟ لان اذا اكرمت الكريم ملكته هو، اذا اكرمت اللئيم تمرد. حنا ولا السي الهيلي اللي كنقول لكم ما معنى الاصاله؟ المهم يكون في شويه العفه الاخلاق، تكونش الوقاحه، ما يكونش يكون في شويه كنراعيو شي واحد، واش انا ملي كنمشي عند كنتوقف مع السي الهيني واش الهيني كنتفق معاه في افكاره؟ كنتفق معاه لا في السماء لا في الارض. فوزي الشعبي ملي مشيت عنده انا وقنيطه واش كنتفق معاه؟ فوزي نهار اللي تلاقيته قال لي حامد راه ترشح باسم البا، ما هو فوزي دابا يكذبني، تسمع السي فوزي، كاين لا با ما لا والو في هذه البلاد، خذها من عندي ولا اتحاد الشراكه. وماشي كنناقش الافراد، كنناقش الحزب، قلت له علاه بقيت كنشرح السي فوزي، كنقول له راه الازمه ازمه بنيه وهالشروط، ولكن هذا ما كيمنعش على انني ماشي معنى غنمشي فوزي للبا نقطع ولا ما نوقفش معاه ولا نمشيش معاه، لا، انا كنكون ماشي راجل لان كاين اعمال وكاين علاقه طيبه وصداقه سابقه انتمائه الحزبي. علاش كنقول عباد الله هذا الاستاذ اللي هاجمتني تيجي عندي 3 دقائق في المحكمه؟ ما غنكونش مات على السيد دوك 3 دقائق، لا، كاين خص يكون فيه الرجله، ديك 3 دقائق تنتفكرهم تنقول عيات ما تسبني في فيسبوك ديالها وتدوز الميساجات وعيات ما عمري ما نجاوبكش لانني انا ما ماشي من خيامي انفوت اذا الهيني من خدام مواقف خصناش نكونوا بحال هكا ناس يعني تنتنكروا البشر فقط لانهم شال هاد ثانيا الاخوان وانا بغيت نناقش معكم النقاش ديال السي الهيني دابا الهيني كيفاش حتى مشى لهادشي شنو درتوا له رجاء ثم رجاء ثم رجاء شنو درتوا له هاد السي الهيني اعطيوني يعني مثلا شنو قدمتوا له نتوما كاحزاب انا غنلقى مثلا دريس السدراوي ملي خرج حقوقي اللي هو دابا حنا جينا باش نغطيو السي دريس السدراوي حقوقي واخا نختلف مع دريس كاين دريس عطى واحد 3 مليون للسي الهيني يلاه خرج وقف معاه عدد من الناس دابا نقول لكم اللي السي الهيني كنعرفهم انتم بالنسبه لكم بالكم يمين نهار اللي خرج تعزل عيطوا له وانا كنت شاهد عيا هذا يعطيه 3 مليون هذا يعطيه جوج هذا يعطيه مليون هذا يعطيه 5000 درهم ناس مسكين دبر باش ياكل لان ما عندوش كارير نهار اللي كتبنا الخبر ديال ان السيد عنده كريديات صوروا راسكم انتم شنو عطيتوه شي درهم عطيتوه شي استشاره يشتغل عليها 10000 فرنك هاد المناضلين اللي كيهاجموه وكذا
شنو بغيتو من بنادم يعني كترمي في العافيه؟ شنو بغيتي يدير؟ كيدخل عند مرتو ولادو ما عنده ما ياكل ما يشرب. ما احتضنوا لا حزب ناش ديمقراطي ولا احتضنوا فيدراليه ولا احتضرتوا عدل الاحسان ولا دبروا والو على العافيه. ومن غير شي احتضنوا البا مشي معاكم حتى هكا. راه بنادم من تيكون في العافيه راه يمشي عند الجن الزرق. انا ما تنتفقش معاه، تنتفقش مع الهيني يمشي وما مشى حتى شي بلاصه سي الهيني. دعموا البارح دعموا الشعبي فوزي لان فوزي صاحبه وعنده فضائل عليه سي فوزي بلا ما ندخلوا في التفاصيل. ولكن مشى عنده هذا رجل كرم صاحبه. علاش الناس كتحاكموا انت؟ السؤال انت السي الياساري شنو درتي للهيني؟ واش شاركتي في وقفه ما تحشمش؟ ما تيحشمش البشر، البشر ما عندوش الوجه. تصور انا العدد من الناس اليساريين، تصور بلادي تيكتب تلقى في الفيسبوك شحال تحاكمت انا من محاكمه. عمر بلادي ما قدر يخسر 100 درهم يجي عندي لكازا، مش تنقول لك انا هادشي باش جي انا محتاج لك لا انت ولا الاخر. غير باش تكون مناضل توقف. حنا كنمشيو كنوقفوا مع الناس اللي كيبغيو يتجدروا علينا هاد الاستاذه وعدد من الناس. ناس اللي كتبر مواقفهم، خاصك الاستاذ تجيك الفلوس تعطيها لك وما عندك ما تاكل ما تشرب وترفضها. خاصك تبدل الملف ديال اسف اللي كنكتب فيه انا اللي فيه المخابرات والامن والمصيبه وفي اي لحظه وكنتلقى تهديدات. الشهامه. خاصك الاستاذ بحال لبان المهداوي بكل تواضع وقفنا قدام القاضي تقول لي القاضي تخلى على السباعي. قلت له اسمعني اعطيني 20 دحف ما تخلى لك على السباعي. هو اليوم وباقى المحاكمات في اي لحظه يعيطوا عليا من غدا. من غدا وهادشي ماشي انا فرعون ولا متنطي، انا انسان بسيط جدا. كان كنحمل شي واحد ما عمرو طلعت في سطافيط وبنادم عايش على فيسبوك كيبدا يهاجم عباد الله وكتبقى تتامل كتقول واش هاد البشر ما عندوش الاصل ما كيحشمش كيحشمش كيشوف السيت هو يوميا كنكتبوا ها الفقراء ها العمال ها البيان دناج ها عبد الاحسان وحيت مشيت تقاس باغي علاش؟ لان البشر تيبغي يعني غير باغي يوصل للمقاعد الانتخابيه ما عندوش كرامه كيطحن الهيني ويطحن البادي ويطحن الماكسيه باغي على المقاعد واحد يعني خبث يعني البشر يعني ما كتحسش بالانسان اصاله واخا تختلف مع الانسان شويه ديال الاحترام راه بنادم عنده مواقفه وعنده تضحياته واش الهيني هكا نشدوه بكل بساطه وتا واحد ما احتضنوا الهيئه ديال الرباط بقات شاده هنا معذباه الملف ديالو ما بغاش تثبت فيه تصوروا الرباطي هنا الهيئه ديال الرباط اللي غتبقى لعنه على المحامين ديال الرباط لعنه الا بعض عباد الله كلهم تصوروا لعنه بقاو كيجرجروا فيه وعذبوا فيه الهيني يعني شي شهور واش حتى السيد مسكين مشى لهيئه تطوان هيئه تطوان اللي شهور وهي شاده حتى المقرره ما بغاش تقعد تشوفوا معايا على معاناه على السيد شكون اللي كيتفكر في السيد شنو كلا شنو شرب شنو ضق في مشى شنو جا شنو احتضناه الفيدراليه علاش ما تعيطلوش ولا هاد عباد الله زعما علاش علاش واش عيطتوا له شي دواء قال لا وسيد كاتب لماذا البشر واش الهيني يساري كما قال واحد السحداش واش يساري ماركسي كبر وسط لافاك وسط الحركه الطلابيه الهيني قاضي عنده ثقافه دستوريه قانونيه ما كيميزش ذاك الفهمات ما بين حزب اداري ولا سياسي ولا الموقف من كذا صافي كيشوف شكون يتعامل معاه واش البامي الا مدلو يدو كي غيدير انتم علاش ما تمدولوش يدكم راه انتم اللي كتعطيو الفرصه للبامي يتواجد علاش البام غيتعامل معاه ويعيط له عيطوا له انتم مدلو انتم احتضنوا انتم علاش تخليو بلادهم في العافيه ومسكين شنو ومن تترمي بلادهم في الماء ومن يفزق تقول له عندك تفزق راه بلادهم خصو يكون الاخوان انا كنركز على هذه النقطه شويه الشهامه راه اليسار ماشي هي دير الرساله كما كتب في فيسبوك راه اليسار ماشي يتصور ست خطوره مع نبيل منيب ولا مع الساسي اليسار ماشي هو تلوك جمل توريه لا اليسار مواقف تكون انسان حنين واخا الانسان يبان لك غادي لجهنم تكون اصاحبي لابق في الهضره تكون انت عندك راه انتم تتسيبوا اليسار راه انتم كتفرعوا في فيدراليه اليسار راه كتفرعوا مشروع اليسار بهذه الاساليب انهم كيلقاو الناس يقولوا ويلي وهادو كيقولوا اليسار ما عقلوش على الهيني والبام اللي كنقولوا مخزن وكذا ها هو محتضن هو جابه هو عطاه راه انتم تستعملوا سياسه راه لا علاقه لها باليسار راه جينا نناقشوا غنفهموا المخزن راه فيه نقاش الاخوان دخل عليكم برنامج تقول المخزن دابا نناقش معكم واخا ما كنبغيش ندخل الانتخابات في هذا الوقت ناصلوا غير النقاش هو مخزن الاخوان شنو هو المخزن اللي بين هادو كلير بلا نفاق المخزن هو المالك شنو هي اذا المخزن واش المالك ما حاكمش البلاد ايوا الملك محمد السادس واش نتوما الحزب ما اسستوش وفق رضا المخزن بشروط المخزن واش ممكن تاخذ الايداع القانوني بلا اذا المخزن هو اللي اشر لك ملي مشات الاستاذه نبيله مولي بالسويد واش مشات كما قلت في واحد الحلقه اخرى واش عيط لها لينين ولا تروتسكي ولا عيط لها شكون اللي عيط لها؟ ايوا عيط لها المخزن عيط لها وزير الداخليه الطب ديال المخزن دابا الانتخابات اللي عتشاركوا فيها ما مأطراش المخزن شكون حاط القوانين شكون داير التقطيع الانتخابي الدوائر شكون اللي دابا الداخليه اللي غيشرف على التنظيم ديالها واش ماشي المخزن واشنو هاد النفاق شنو هاد التخلوطه جلوطه ايوا المخزن هو اللي في الاخر واش ربح اليسار ولا ربح الاتحاد الشرقي المخزن هو اللي على النتائج في الاخر اذا علاش كتجدروا على عباد الله كلشي في المخزن انا نحترم النهج الديمقراطي نحترم العدل والاحسان واضحين اما الفيدرالي ماشي غير ما كنحترمهمش وانا نتمنى لهم التوفيق فهادشي وكيما قلت لكم فيهم ناس زوينين باغيين يجربوا الاصلاح من الداخل الله يسهل عليهم كاين بعض الناس اللي كيبداو يهجموا اللي كيسيئوا سميو عاه وراهم كيخلطوا
راه ما عندك ما تجدر عليا انا ولا على السلهين ولا عباد، راه واضحه العمى يشوفها، راه غير العيطه ديال السويد واضح. انت ما عندك لا مين في الصحراء ولا وثائق ولا عمر المخزن حاشالك ولا عندك اسرار، وغادي فاق لك تمشي تما وتركب السياره والطياره وكل شيء مخلص وكل شيء مخلص، ونهار تشوف انت قميره مع الياس قال لا مشيتي فلان معاه تخربيق، وغادي يعيط لك الهمه تجلس حدا عرشان حق انسحبت حدا عرشان لا ما انسحبش. راه خص الناس تكون عنها. احنا ما تنضربش مشروع اليسار فيه يساريين محترمين، كنحترمهم وكنقدرهم والله يشهد الا باغي لهم انا حظ سعيد، واخا انا نقول لكم موقفي الشخصي انا قلتها وكنعاودها ماشي ضد، انا كنقول الشروط ديال التغيير ما كاينش دابا لا في الدستور لا في التقطيع الانتخابي لا والو، وبالتالي كنقول انا يطلع في ذلك اليسار ما غادير والو، يطلع البام ما غادير والو، ولو انني واحد الجهه باغي البام انا يطلع ماشي يطلع حيت هو زوين، لا باغي نحيد المغاربه كما تهنينا من الاتحاد الاشتراكي تهنينا من العداله والتنميه، بغيت نتهناو من البام ها باش ديك السيكه نتواجهوا ليش باش يدار الاصلاح الحقيقي، حيت كل ما كتبقى شي فرصه تيقولوا اعطيو الفرصه لهذا، انا بغيت ديك الفرصه تحيد حيت انا مقتنع كنت غير كنأطل الوقت ديال التغيير، وباغي حنا التغيير ما يكون فيه لا ثوره لا دم يكون بالحلاوه. راه المشكل في المغرب الخطير هو ان القوى الاخرى راه والله ما باغي تتفاعل مع التغيير، راه بعض المرات كتلقى حتى شي جهه اخرى تقدميه على هذا. واش انت ملي كتشوف المخزن كيقبل الاختلاف والمخزن عام سيدي مخلي النهج الديمقراطي يخرج يدير دعوه للمشاركه تعبئه المقاطعه، ايوا المخزن كيبان ديمقراطي انا هو ما ضرب حتى واحد، عبد الحميد امين كيقول كذا ولا هو انتم الفيدراليه تهاجموا الهيني حيت مشى كذا، شكون دابا اللي ديمقراطي كيبان المخزن ديمقراطي عليكم، ها المصيبه الكحله. دونك وكنختم معكم هذه الحلقه هذه بخصوص واحد الاشاره العداله غندير حلقه خاصه وانا وغنقول لكم وغنجبد لكم البي جي دي والوزاره وغادي نفاجئكم باشرطه فيديو بحق غادي موجد لها. علاش المهداوي كيناقش البي جي دي؟ راه ما كنناقش البي جي دي باش يجي كما كنقول البام، انا قلتها راه كاين البام كاين الاتحاد الاشتراكي كاين الاستقلال كاين العداله والتنميه، هذا موقفي اللي بغى يحترمني عليه وماشي قران ولا صحيح قران وكنخربق، مي انا هكا مع كامل احتراماتي لهاد الفاعلين كلهم وهم عاطينا اشارات وانتقدناهم في الافتتاحيه، واللي بغى ما يخلصنيش بالاشاره الله يعاونه، وانا ما عمرتش غادي نعطيني اشاره وعقيد حريتي في التعبير، وخا ناكل الربيع باش تكون واضحه معاهم، وكاع الناس نهار اللي درت الاشاره شرطت عليهم، كنقول لهم شوفوا غتعطيني الاشاره الاتحاد البام، كنا غننتقدكم، هذاك السي المهداوي غير ما تفتريش، قلت لهم ما نفتريش، وغنبقى هكا على العهد. في جيدي علاش كننتقدوا عباد الله وغنخصص له حلقات؟ راه الناس اخوتي، اولا كاين جانب موضوعي، لان فوقاش تفجرت علاقتنا بالاتحاد الاشتراكي، وماشي حنا. الشعوب كلها كتقولش كل الشعب المغربي كتنفجر علاقته باي حكومه في ثلاثه المستويات، في التعليم في القضاء وفي الصحه، اي حكومه ما غتلعبش هذه غادي نواجه التعليم. انتم شفتوا الاساتذه المدربين كيفاش فرشخوهم والدمايات والعصاوات، وانا غنرجع في الحلقه الجايه غنوريكم. ثم في الصحه انتم كتشوفوا راميد كيكذبوا المستشفيات، شفناهم في بنو سينا الناس ما عندهمش اسره ما كاينش المعدات العيالات، راميد كذبوا فيه. ثم القضاء انتم كتشوفوا المشاريع اللي نزلوا ضد الدستور وعزلوا القضاة المزيان وخلاو القضاة الشفارة، وكاينة قضاة مزيانين طبعا، وفوقاش كانت علاقتنا غتنفجر بزاف. ولا بان لكم علاش هما عزلوا الهيني وتابعوا المهداوي؟ حيت انا وسي الهيني فجرنا لهم هادشي وفضحناهم من بعد رجعوا عندنا. دونك انتم ملي كتشوف انا واحد اللحظة كنت كندعم وكنت كناقش مع الدولة وكذا، واحد اللحظة كيبان لي انايا هذوك الحكومة قلبت عندي انا متابعاني ودايرين الدار البيضاء، طبعا ماشي مشكل شخصي انا راسي بغاو يسكتوني لانني كنفضحهم. تما قلت رسالة انه خطر من اي حاجه، واش انا جالس كنطاكي عليهم وجالس انا بوشعيب ارميل؟ طبعا احنا ما وقفناش انتقاد ديالنا لاي مؤسسه، والدليل راه الافتتاحيات ديالنا، انتم البارح هو البارح شوفوا على الافتتاحيات، واش عمرنا هزينا الرايه البيضاء مع شي جهه؟ ياك الملك محمد السادس رمز الدوله مع كامل تقدير واحترامي كناقشوه كنتاقدوه طبعا بادب اللي كيداك بالموقع ديالو، وما يتجدر عليا ولا حتى شي واحد، الكراكريه اللي كيبدا يتكركر يطلع غير الصطافيطه كيبدا اللي ترعد، حنا راه موقفنا اللي كنقولوا هكا تنقولوا نفس الصافيطه وكنقولوا قدامه كاين ملك المحكمه وغنقولوا تحت الارض وفوق الارض، نفس الموقف منسجم مع راسي، راه فرق بين التكركر وكنعرفوا شحال من عدد من الكراكريه وسيروا تقلبوا فيه مشاو خدموا مؤخرا. دونك في جي دي لانه كما قلت لكم اللي جا كيحاكمنا كيعزل الهيني وكاع صافي، هادو خطر، هادو خاص الشعب يفضح يحبسوا، خاصني نفضحهم، لان دوك الادوات ديال الشغل اللي كيشتغل بهم المخزن هما هاد البي جي دي، واحد الوقت اشتغل بالاتحاد دابا كيشتغل بكذا، خاصني نحيدهم له ما يبقى باش يشتغل النظام، علاش بعض المرات الفيدرالية كنتقد؟ كنحاول انا نسرع الزمن الربح، ما باغيش انا سنين اخرى وعادي قول ابني فلان ونقول لا لا سي فيني. دونك ملي كنتقد هاد البي جي دي كنتقدو لهذا الاعتبار هذا، ان هاد الناس كذابه، وقلت لكم غندير لكم حلقة الجاية غتكون مثيرة، غتكون مثيرة وغنوريكم شنو هو الخطر ديال الإسلامية، هاد عز الرباح الكذاب هنايا وغنوريه لكم بالأدلة. وهذا الرميد الكذاب وغنعطيكم الدليل، وهذا رئيس حكومه الكذاب وكنتحمل مسؤوليتي في هذا الشيء، ولا ويكون يقطعوا لي اللسان ديالي.
كل واحد يكذب لانني كنعرف شنو هي بلان كيسكن في مرجة. ما نقولكش على كذاب نتوما ديال الملايين والسيارات والسيارة 300 مليون تفط على عباد الله وتقول لي التحكم كاش التحكم البارح من جيتي كتقول لنا استثناء وحنا المغاربه غنخدموا وصاحب الجلاله راه قال لي راه هضر معك شي واحد اليوم اللي تسرات المنظر ديالك وتفضحتي ولا تقول لي لا التحكم لا باغين يقلبونا. الحلقه الجايه يا المغاربه غادي نفصل لكم بالتفصيل شنو هي الجريمه ديال عباد الله. بهذا نكون قد اتينا الى نهايه هذه الحلقه. شكرا لكم.